بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنا ونكسن إذن هانتين داود يال واحد كسر لواتان برامج كيني كولن كشبلي وادي نوغا براتين تدوا دول بحادة هايو كلي برامج كان أيها هذه الشيرة وحان كل فقرنا سؤالي جواب الدينية سؤال هذا نسوي ديسان وحاد سيحة غرلان أغا جوابا شيقين وين شيق محمود محمد الشبلي حفظ الله داود هذه أدوني سيناد برامج كان أغلق يبقالته وحاد سؤالش هذا إنه وصل دري كرتاع عوان كشاشة إذا كم مقدا يقولن كشبلي على سومالي قناة لو تي في أو برتاع إنه فيسبوك وكله نهاية وقولن كشبلي يا سومالي قناة برامج كنا واحد قدي أفرتني أفراد. السلام عليكم شيخ فريات فضائل. السلام عليكم مال الوالدين. السلام أديك يا شيخ. السلام كدي مقعي هو زكريا محمد أوجو قد الكمليش وحن دوني إن عن شيخ ويديو آيات كجرة سورة النور كحد ليس الزندة ملاقا ذا كرام عنها آيات نينك هدي وهري الزنيستي كانت توبة كيني جور كيس كهر ناك وجور سنة إذا نسل مدة إني الزنيستي ميا معناه ذو. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام وسلم بعد آيات سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. من زانية نكاح ما دحمره رجع كعبر تعيده لمن بد معهنا بيسوى كلاته زانية ده هي مشكلة قالوا محمد رمي سنين سيدا كلا بوت المعمي إلى سبحانه وتعالى علماء تفسيركم أي هذا هذه سوق قبتن بكمتها هي لفظة ينكحو لغة عربية لغة معنى الله استعمالها كم إذا معاني ذيس نكاح بمعنى العقد هي مهرنتي وحي نوع إنه نرانا ينكح بمعنى قل مضى هذا هو آيات الزاني لا ينكح ما قور سدمي عن لهينا الزاني لا ينكح وما قل مضى عن لهينا لوضع تفسير لوضع باللغة ها والله استعمالي لوضع وانا مدول بعلماء كتغي سيد جمهورة أهل العلم التفسير كو هاي كتغين ابن عباس يد التابعين أنا كأس صحيح رضي الله عنهم جميعا والنكاح بمعنى الوطئ ينويه وقال ما الله يحل ايه هدين نزينيستو اما يناغي زينيستو وحي زينو دو حمرتي اما ومسلم فاسق ويساق وكالاته أما مش قالون رمى سنين. علماء قالوا حيلة أن عيد اللفت هذا أستان معناها إن لوتشي إذا موتشينا يساء كوتشرت. زانية أو مشركة. لا ينكح مقوسة مشركة. ميركي دوما أصحاب. إن مسألة وطئ لقاها الله يو. زاني وأما زانية بوقوسة كراء أنا هاينا ما قال. دي قالش المشركة ما بوقوسة كراء. ولا تنكح تنكح المشركات. حتى يؤمن وآياد وآيهيد ما دام سياق آياد مشركة زانية لغو داري وحا مشركة كدعي كاران وحا زانية دعي وذاقي كاران قال ما يحرير قولو حاران وياهي لفظي النكاح بمعنى الوطئ ويجير هذين ساسي جمهور أهل العلم قابان ولماذا قارنا وحيري وطئ بمعنى النكاح عقد واي وحاند موتشين اياه صلى الله يكسو دكتي حديث كي سنة كابو داودي و أبو مرثد تلك المحابيس تاما كاكسو قادي شري حديث كي عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهم جميعا وكيو لها ناك عناق ليلة ذا شرتي ناك لله يحيد سيانا صاحب بها انشري سيو إسلامي وحيري مقور سداه نبي وأوديدي وكان هي صلى الله عليه وسلم رواية قاركود وحي كصارور تي ناكت مقع هذا أم مهزول إلا ديه شري حديثك وهل حديث ناكت هل ناكوي مرنا عناق بالو مقعامي مرنا أم مهزول بالو مقعامي لفظ عناق بانا أسانة هان أصحوة سيكاس طبعا نقطة تاس سيمركا آيات دا سودك تيب وليه راوي آيات دا كسودك تيب ناك زانية دا حيث إنو قرسة دا إن لو دي دي المسألة عقد لغا هالله يتلوامي سان ولو هذا في نفس الوقت الناقة مشركة أيهيد لكن هذا كرتين أيهيد حلقي عن مسلمين تلافرين إن ولا تمسكوا بعصام الكوافر ليه أنت كوريسين أيهيد
سكة صبعا نقطة شيخ حانس حسوستا شيخ حانس الأمير الشنقيطي في الله البيان رحمة الله عليه دين الذاكرة دي حسوستا إذا سير نغان نقنين وليه شري آيات داني وحيكمتا آياتها التفسير كادو أدقيه إن نكاح اللغة جيدو وزاني أن توبت كينين وسنقورسن كرين قبض عن زانية دهين أما أن عفيفه زانية أن توبت كينين وسنقورسن كرين ومذهب كالإمام محمد بن حنبل رحمه الله تعالى علماء قبط لما ذكر لقب طاعد أن عقد يقول كه الله يسنا وحليه ومنسوخ سيد الإمام الشافعي يسعد بن المصيب لك لم يدعي قبان سكوس أروري هذه التوبة كان قفك والتائب من الذنب كما لا ذنب له هواي هذه كلاسة يكفي عن طاي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات واي قول عفي فضا من عيال سوق إن لو درماه قول عيال سوقنا من الخيار ولا يصير نقار تلاقى رماه لكن عقدي هذا اعتماده الصح القولين أيه وحراج حرا قول الجمهور إنه صحيح وبالله توفيق وتحية السلام عليكم مقعي قوة عبد الرحمن محمد وان الدين سلامي دمان شقالها دديه برامج كأيو شيخ شبلي إيجا جاهل سارة شيخ الله كبرك يقف عن مسلم إحين هدي ويقول سلام سلامة إسلامك محن أقول شبابا الحمد لله سلام السلام علماء ذات وهلان سلامة وكو سلامي بين الله وقعي بوت كالي سلامة متي إسلام كو السلام عليكم بوكيري بس سوح وانا أكسن إيه مباري ذين بوكيري سوح أنا أكسن إيه مباري ذين الديوائس كباب كفرواي إنه دقوة جوابت وحين سوقري وإذا حجة بتحية فحيوا بإحسان منها أوردوها أوردوها وعدلها بإحسان منها أنا وفضلي لإرادة عدونا تكون درتواي هديته التحية دي إسلامك إيانا الله بإنه كدقينا إن أريدي سوء عديه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كجري أما السلام عليكم وكله إيوه أريد أن سن آذو قيحين ولكن السلام عليكم تيو أريد أن آذو هذا مقلين إنو يه أريد أن آذو هذا مقلين إن تنضمبو يهي وعليك بعد هذا كور كان هاتو هذا النبض كجري النبض ده كور كان هاتو هذا بلو كل لاقين لابينا دي بلد هذا عليك هذا نقول الله بنا تواي وانا سيد النبي عليه الصلاه والسلام يهود ويمن جيرين السلام عليك دي جيرين السلام دي بي كيسين يا السلام نا غيري وي الله كو ديرو وي وعليكم اذن كان الله يديرو وي نبي عليه الصلاه والسلام حكى سو ان نيمك يهود دي ما دان السلام عليكم بيدن دحيان يغو ين مود وحا لا ودا وحي دين مود سين ان السلام عليكم تي با لا ودا فقولوا عليكم هدو اريغا صريحيو السلام عليكم ان لا لاب كو جيرين او كو يراهدو ولماذا أنه يسوق قبتين قلوا عليكم تيبا يستغن سيدي ما منوية في شرح مسلم يرهق لامدة علماء كالانا وحيكود دودين إن التهي وحي اللقاء عبسانا يولو ديدانا إنو هذا الكدراب كتيرو اللابان يهي بيهي حتو هذا الكو صريح النقضي عموم كآيات دا الله قبسانا وفحيو بحسانا منها أو ردوها سلام عليكم دولا السلام عليكم ورحمة الله وإيه كرتا يوم وراكاته لكو داري كرتا لكن عليكم السلام تو عدلقية حق لغولها قولك علماء بضم باكو دوداي اني اسغا يلدو نيكي ربا انتا كبدان وحن ام مالين يا ذاكريد هدينا خيال لبا كتاب لادو كو نكون كرا احكام اهل الذمه لابن القيم رحمه الله تعالى مساله هذا بضم واو نكون كرا وان فيليا نينك لا يراد محماس الجلعود كتاب كي سال ولا والموالات والمعادات في الشريعه الاسلاميه قيبت التحيه ده مسائل كمركو كهدلينا اسنفا فاهين اقواش علماء استدلالات كودو كانايو iyana waan ugu wagu noqon kara billahi tawfiq wa tahay ajri xasanad ala soo koobi kareen allah ka siyo sheekh nafta habeenki markaan seexday intee la geeyay alhamdulillah horta bini aadamka mahal naf baa ku jirta salaad baa ku jirta haday laba ku jirto mid baxda waate xagee aada haday mid tahayna نفتو هبينكي حقية عدا سؤالها صورتاني حول النفس هرطة مكاين نقطة أحمدو عالم أكثر كيسو مجهولي هيواي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري من ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا روح ذا النفس روح هي نفسنا اسكم دواي بيكو يدين أيان أمر الله ويهي
أقونتي إنه إير وعلم وحليسية ما شان باب كان يسكو ريرينا لير ما كورت عالم الغيبيات ويا ما قرنا يا أنا واحد نص صريحة أو تلماما يا ماشان لقينيه لكن وحاجة لأقوال علماء أي قار ليهين وعادي حديثة منا ما قرنا يا لكن علماء قاربة وحليهن سلف كآثارة إن أرواح ذي مؤمنين تو كوي الانتي يكوي نورا إيسو التغيان إنينا كور إسكو عركيان تنادو كور بيشيرتا هدان دهانو كور بيسكو عركيانو إسو ورايسان أيان وإنها يان هبل محو كدن بيه هبل محو كدن بيسي هبل محومتي هبل محومتي لذلك وحير هذين نفتو إنتي كور شيرتو وحي ألاك ولانت أراكتو رياهان وأراكتانا وعمالك وحمالك كغي جميد واي خاص إنتي تشوكتو وحي ألاك ولانتي السماوات مركي كسوا بحدانا شيء الدين تبا كتورة إذا قرب سعي لكن تلفت يدري الملاه ما عنده كرانو ما شاء سنفته تكتا أما اللقية ما شرت وهاي آية دي حديث من المارك وحصل سوق بتن نفط الله قاعد يو نفط محل مدب من سوا الله قال وحمد الله حين الله وعي نفس النفس نفس الإدراك والوعي وين نفنا وامد كوش قاله فهمك مقلك الله صعدك وحريرها جوجيتانك عقلك يلا صعد تاوي تلقاه مدنا ومدنا نلاشة كلا يدغرقاقة تيوي شوك تايو قفكين وانولي هو النفسنا يا وليس قد قدينا يا وهردايا لو يقعمه ونقاتنا يا بي فصيرين تلقار باسارة جحي قانو حيدا ما يمشي تهل مدن وي وان الله يتوفى الله مفسحين موتيا والله تي لم تموت في منامها ايضا تفسير كذا وحبا لم تدخوار خيو بالله توفيق وتهي أنيق يا حاس كي مركان إسوا تجنو جناب هذا ما كوس يحان كرنا مسوى واجب إن أنك قبي سن هردد كهر الحمد لله قول جمهور أهل العلم وتوق كوس يحان كرتان إنكم قبي سن وحاس في عنا الصنع واجب لفت يا ذهين إن ذوي ستان ما قال ويدي سواش صلى الله عليه وسلم يا رام وحدنا هو جنوب وقيام سيحان كرسه جناب قوى حيرنا من عمها ويتوضع ما بيقول أنتوا ويسستوا سياحن شري ويسدى يتنى واجب ما هي السنة وهي خلافا للظاهرية وظاهرية ذيده ويواجبيه وبالله توفيق السلام عليكم شيخ وحنا إن الصوماليين وجوكت مقالة هرجيسة شيخ وحنا كويدين لها حجاب أيان حدا لكن مركز دبش وأيتي ما ذو ويقول لك مريحة أذقنا كمتشرو كحجاب إن قنكرة جزاكم الله خير الحمد لله حجابكو مر بضم ماكو سوء العليي مذب قارة مالها مقعي موقال قارة هنا مالها ديزاين إيا قابتل مقارة مالها حجابكو ووحي بوحي شروط اللي قرثبي إنو تركي ولا قاريو يوصن خفيف وحكم موقانا يا أهين إنو سلميت كل لقانا وموتنا يحبنه أهين أي سد حاسي أمهم سيهن دي الربعين وقريو إنه صن خفيف وحكى ذلك موضعين إنه صن أهين عريري حبنه سوري وسد حشرتي أساسي قوي كده بشروط كرا يسن لباس الشهرة هيني برجع على إنه صن هين قال الله ويا قانئي أما ضد حن حن الله ويا قانئي إنه صن هيني شروط كرا نعربا قارو كدران رحمة الله عليهم جميعا برجع وأنت قبل يهدوب وحين يأذر وحجابك شرعيها حالات عادية طبيعية لغوصة لينا حالات دبايل تمت قفنا نركونا بكرته نركنا كبه فيدي كرته دبايلها قاركوضة المرضى كرو قادي كران أما مضح واح كددنا أي توري كرته حالات سوى حالات طارئه دك دقوه هداي تيماده مركا أمبا لغار ربا سيان عوردي كودة قنانشوه أمو قنن إن المرضي اسكاقبات أمبا لغار دونية وبالله توفيق السلام عليكم شيخ وحنا إنان صوماليات وحان جعلان لها إنان صلاة الليل كتكذو لبا ركع أما أفر ركع دود وقتك مركو يحي أفر تصبح نم إلا صلاة الصبح إنت آن لقارن ما تكن كرا أفر تصبح نمو وحي كدن بيا جزاكم الله خير الحمد لله صلاة الليل صلاة عشاء صلاة سبحان تبح يستالتك وحي صلاة عشاء كدن بيا
أذانك الله هري الصلاة أذانك الصلاة الصبح هنا يسوق شيء هنا كوري لما ولا تكون كره هدي اللي سود يبدينا وقت الصحر كاس أفرت يلا بيت كاس إيقاف كنت المانتي وقت يلا وقت وساعاتكم حنا وسبت بلا مرنا هر مرة مرنا وكذال دعاية وقت قدم الصلاة الصبح هنا حوي كوري أنا وأوقات وقيمة بدن ثلث الليل الآخر أي الدعاء أسمع مرك النبي صلى الله عليه وسلم دي الله بركة كله وأجيبه جه الثلث الليل الآخر بوي هنيك ثلث كي صدم بي بقى أوقات إجابة وهي كده دار الله كأقبله خير كان الله هنا وذا وافتشي وبالله توفيق آمين جزاكم الله الشيخ شيخ وحان كويدين لها إلهي وان آمين سنحي صلاة نوانتو كذا لكن مال ما هن وحن درمي علاس الشك بدن أو نفتي إذا عن إسلا شيء سنيو إلهي ما من سند أي نفتي ذو لحيسا محيا لإلهي جريتان كيسا أي كشك سي مركز ساس قال ما نكون نقول يا أم قال ما نحي إينا سو دعاء شيخ وإنو إلهي هانوني الحمد لله ورطا الله إنا وضع هانوني شيطان كي يشرتي سي وسواس كيسا الله إنا قبل بادية انتن إسلامي ماذا ذو حد من ميسو adiguna isdiidsiinta inaad ku adkaysataa laga rabaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam horey buu u sheegay in shaydaanku baababka ka soo galaya dadka oo wuxuu sheegay ti shaytaanu wahadakum fayaqulu man khalaqa hada man khalaqa hada man khalaqa hada buu indhi kan yaabure kan yaabure sad allah 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 u leedahay marka dambu su'aalku uu keenay wuxuu ku dhihi hada allah khalaqa al-khalq faman khalaqa allah inta soo hadduu abuur horti isaga yaabure سؤاشس وكيني صدرت الوسواس كنا جوادنا كشيء جانا يسوع ضد بعض كشيء جانا يانا صحابة عنا بيجوا قد عودي صلى الله عليه وسلم جواب بحية الله بقى يبوا ده قيم حكوت اللي ما بيوحني إنه الشيطان تاج وعيه وإيمانك يسلم لما دي كشرت قفك بأودي دينه قاليه تاكتي سنو وسواسيو لبياه كاسو حديث رواية مسلم جري الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة مرنا وحوت المامي إنه وسواس نافي وايو قفكنا السوم مريم وايا أفكا وإيمان باكيني كاسو حديث ذاك صريح الإيمان رواية ذاك صريح الإيمان با مسلمة رواية ذاك أبو داود يعني مرينا يا الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة مركوا نغري يا الشيطان سيدنا النبي قلت له عليه السلام إنات كوها اللي ويدنا إيمان إسلام نمك وشرتا كيني سو كهر تجيس صدرت أنت كده بحنقوط تلاقو بحن لها إنات الصحبة الله نقاط تدد وان وانا أكسن آدن آد مشقوشو شيدان كان هاو دقن هاو دقن نقلانين هذا كان هاي سرع الرعين يا مركو دارين كاد قادو شيدان كسكن لار إسن ديثيو كبحباب كاس وبالله توفيق وتاي داود يالو ولي waxay ku gudbi jirnaa qaybii dhexe ee barnaamijkeena kulanka shibli oo adinoo baratay dadaw dalbahaadaha iyo kale barnaamijkan ayaa had iyo jeer waxaan ku la fogaarnaa su'aalaha iyo jawaabaha diini ay ina soo weydiyaan daawadayaasha si hufan uga jawaabo sheekeena ween sheekh maxmuud maxamed shibli daawad hadii ay maskaxdaada su'aal ka guuxiso waxaad inoogu soo diri kartaa su'aashaada ciwaanka shaashada idin kaga muuqday kulanka shibli @somalichannel.tv ama barta aynu facebook ku leenahay waa kulanka shibli iyo somali channel hagaag sheekh waxaan u gudbi doonaa insha Allah su'aalaha ino soo direen walaalaha madrasada 404 bar ama baro assalamu alaykum waxaan halkan ka salaamayaa markii hore sheekh maxmuud maxamed shibli oo aan ilaahay dartiis u jecelnahay hadii aynu nahay walaalaha madrasada 404 shibli ilaahay ino xifdiyo kadib waxaan kaloo salaamayaa walaalkii ino gudbinay su'aalaheena sheekhu waxaa jirta in aan odaygaygu muddo 3 sano ah khilaaf ku kala maqnayn marka hadda waxaan rabaa in aan dib ugu noqdo reerkayga aan dhaqdo markaan aadayo meeshaas salaad istiqaara ma tukan kara mise waqti qaas oo la tukada ay leedahay jazaakumullahu khayr alxamdulillah arda allah idin jeclaado haqiya khayr kan allah inagu kulmiyo su'aasha istiqaara ma u tukanaya arintaas maya reerkaaga ku noqoto gurigaaga tagto reerkaaga dhaqato waajib lagu faray waa waajibaadka la isfaray looma istikhaareysto waabaad farantahay istikhaara waxa lagu istikhaareystaa waxa aad kala fadid eegaysa ma samaysaa mise ma samaysid fi xuduudi sharciga muxarramaad looma istikhaareysto khamri ma cabtaa mise waa iska daysaa istikhaareysto meesha kuma jirto baa laga sheegay khamri cabay intuu yimid akhiyow midigta ku cabuuyir خمر الرعب يا ميد كعب ميه تعال ماشي
كل هذا عبد يسير ميت كعب مرك هديبة خمر مو استخارة استان مايا صلاة كشيد ما الله استخارة استان مايا صلاة فرد كه من كمرني غير كذا يكون نقط يقول كذا نقط هاي وواجب أنا إسما يسوي استخارة إسما يسوي هذا اللي بتشي ده طريقة مران يلا ما وقته بحذاء يفيرنا يسوي وقت جاي وقت جاي كذا رعاة جدك كذا مرتاح باب استخارة فرواي أما أصل كهذي تانك استخارة ما وقت اللي تكذب ملا هذا هاي صلاة صناعي أو قاد النهي جاتك إلى لين هلا يقرأ أحد يصير دعيسه هلا يقرأ أحد الصوب حيصير بعد الفجر واتك إلى لين هلا يقرأ أحد برتمه تشوكتون شمعة هنا واتك إلى لين أو قاد السنن كلا النهي مطلقة واتك إلى لين أنت كلا نواتك أن كتب الله توفيق وتهي السلام عليكم شيخ وحاجرته هو يدي أودمتي إن أي جوري إنوغا قدي ودن كان آن شوقنا إيه كندا marka gurigi ayaan rabnaa inaan iska gadno waxaana fuushay lacag badan oo riba ah markaan gurigaas iska sii gadaayo lacagtaas badan oo ribada aad darted maxaan suubin karaa waayo riba ayay noqonaysaa lacagtaas hooyada oo deyn lagu leeyahay ma ugu gudi karaa oo nadiif ma uga dhigi karaa waayo anigu ma agoodo in aan deyntaas ka gudo hooyo Allah uu naxariisto ayadana alxamdulillaah أحمد ودي سؤال شو أسك مشكلة وحنا نفهمين قريات قذتين وقيمه سيكارو كعي وتسي قذيسان العقد ياتكو قذتين كبدا الذين كذا قذنا يو العقد تدريات كسير ربا كن نقطة هرت قرن ماي لكن وحنا برا سؤال عشان عن لوا قيبا ودون كديو حدير لجوا ده قري ومالين كان قذنا قيمه وتشوي لعق بدن باقيمه سي ماركت برايس كأي سوق كوكر داي لعق تسريبا ماها ولعق حلالو تيعدي قريقا يالا تلعق تلوق قادا يمباله حي ستايا هو يدا دينك بحيسايا عدك لكو صدقا يستايا حلا حلال اوهي هداي النقطة قريقا قيمه سي باكروك عاي هداي التهي قريقا مركي لقذان ايي waasi aan sax ahayn oo riba ku jirta lagu gatayo mortgage iyo waxba la qaatay haday tahay hadalku meesha ku lamaan yahay oo leeyahay gurigan interest waa fuushay waa laga bixiyay kadib saasu milkiga ayaa ku soo galay de interestiga iyo cidii bixisay waa dambi oo way ka toobad keenin haddii ka toobad keenin Allah u dhaafo laakiin gurigi mar hadduu aqdigu saa ku dhamaado ku buxo wixii dambe ee guriga lahaanshihiisa iyo yeelashadiisa iyo maamulkiisa iyo gadashadiisa xaraan kala maaha riba ma soo gelinay idinka riba dheerada bixiyay bixinteeda wal xaraan ka ahayd laakiin ma idan qaadanay qaabka kale haday tahayna haday qaab saddexaad ka duwan tahayna saylku isagaa sid ka duwan say u jirto faahfaahinteeda inuu soo celiya laga rabaa wabillahi tawfiiq waataa intaas ay inoo gudubno su'aalaha inoo soo direen walaalaha madrasada 444 bar ama baro assalamu alaykum sheekh shibli yadaadiha barnaamijka su'aashayda waxa ay tahay magac aan ku jirin magacyada alle ma la adeegsan kara sida eebe iyo ereyga ingiliishka dhahaya god alhamdulillah ereyada waa la isticmaali kara laakiin waxa mamnuuc ka ah jir ereyadani الله جريتان كيسا نوال بأف كيسيا لقديس كعاودا إلى القرآن كيسا نحكي ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم والوانكم إلهي بقى اللغات كسيدا ضدك وكرا لي ضدك عربكم ولا هدلان قروا البلوقات دوضا بي الله مقعو تق الله كقرطا إلهي الله مركي شيغي يانا إسو شيغي يانا إري يمقع بوليها إسو شيغان dib maaha marad wax fasireyso iyo marad dad luqadan la hadlayso Allah magac ay u yaqaaneen inaad sheegto dib maaha ama waaqde ama eebade ama goodde ama isgaabeerde ama wax kale oo badan u bixi ama muunguude si saaxir u yiraahdaan taas dib ma laha dhinaca kale laakiin asmaul husnaha ilaahay lagu bariyo ya asmaul husnaha ilaahay leh 99 isman ilaahay kuma jiraan asmaadi macnaheedu yihiin iyo tarjumaad luqad ka dadka lagu fahansiinayee
يو أسماء ذي إلهي كمدمة بابكم باب الإخبار واي والله ورمي والله فاسير يا دتكنا والله فانسين وبالله توفيق وتعي أجري حسنات على سوق بكرين الله كاسيو دتك قار الصلاة مركي تكنا يا وحي كر الله بتان سروالك هدي وأنق وكهوسيو محي معنا وين أسمين سأرن كاس جزاكم الله خير الحمد لله دتك سوحي كعر ريان إسبالك مرض هوس الله ديو وكي حديث كابو هريرة حماس ولا من الكعبين من الإزاري في النار دبيا وكشر مربح الدولاب ينو يعني اسكاق ويا شرع حان في عن أصلا هانا وواجب قفكو إنو سن مرضا لافينين وعوسر استزكيين إنو يوسن لهن أنا يا خيالا أمتشيري يحبا يونان لهن لكن حلقة صلاة دا إنو اللابو تدبي وكشر يوسكاق بحي ويا مدام أو صلاة كشره لأن أكل الدب إنه كريسي كرا وديدة يا وارين وانا أحسن صلاة بركة كل شيء تينا اللابتو لمو حكسي في عن إنه هو اللي جوا اللابنار هذول اللابنار يا نحوك ووفر ده قش إنه بوقادي إسكوا شريط اللاب ما يسوا سيف عن يا أدابتي اللي باسك إسلامي يا كديكو بالله توفيق السلام عليكم وان إن سلامي أذيع إيه شيخ شبلي مقعيق وعمر وحن قبى سؤال مركز صلاة في جركا أما مغرب كأنتو كان يوكلجي labada rakaa hore ee faatixada iyo suurada kale xigta korma u qaadi kara codkayga oo waajib ah hadaan si sir ah u akhristana ma banaantahay alxamdulillah su'aasha waxaan filayaa ahmed mar hore weyna soo martay mar hore na soo martay jawaabtu waa haa korna waad u akhrin kartaa hoosna waad u akhrin kartaa kor u akhrisku waa sunno ee waajib ma aha hadigii iyo ficilkii nabiga sallallahu alayhi wasallam baa laga dhaxlay لكن أنا ما أرق مال لا يسكو أمره كر ولا أخري اللي يدي صدرت وحان قواسيد فقه هذه الشافعية ذي قمر رحمة الله عليهم جهرق إنه السنية وصنة في عام هذا لا جهر تن أجري بعد كهذا كر وأخره هذا هو سو أخره أنا ويكا أصيح الصلاة دم بن بعد إن قريب الله توفيق السلام عليكم شيخ وحال لقوري أبو هريرة إنه يري نبينا محمد الحريص إنه بتقولي دش ساعات وحان كوري يجي لبول أحاديثه منا وان شيغي منا وان قريه عبس درتيد مركا محال لغا اوغي حي احاديث تاس او قريه اي وحي اي كو ساب سناين الحمد لله حديث وحان مالينا يا حديث بخاري وريي حفيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيني اما احدهما فقد بثثته فيكم واما الاخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم او كما قال عليه الصلاه والسلام صاصوها ذاك اللوات باسيدايو علمود وحيليهين حصوص تيد هدينا خالدين حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري تلك آت شرحوا الأربو شرح إن الحصوص وحو كوفا سيريا فتن كيدا عيي يددك أصحاب الفتن كا يا أسماء ذي مغعية ذا أمرا ذا فتن كا وابو هريرة وحبا ذا نبي كما قال صلى الله عليه وسلم استغي حلي جيسينا رقي قار باتشوغي مركا وحم أحكام شرعي أو كوحيد نيدنا مشيرين تدكونا وعي قدينو دي تدكا كو قران كران ويلا هيا تدكنا أصحاب الفتن ليهين لكن نبي عونو مغا عابي وتلمان تو ذا الشيغي أما وقت قوى ذا الشيغي بقول لفيه سوى بقاي ولذلك هو سر بيبي تشري سيدا مركو ديه تشري أعوذ بالله من رأس الستين إله صنعت كل لحظة كمرك الله قال إن ما يستران ثان كام مجان قالي كنت ريسدي دي بودنت وحوت المام يوفيت تم بدن كذا شيء خلافة يزيد بن معاوية بافيت تم بدن كذا شيء ونور صناحي تاسو تلمام يبي يره هذا وحوت المام يربني أمي إن منا حديث تد قارة وشيء باشر تمرك قارك هذا وسيه وريه وفتنا ذا غير متبني أمي يدب كي كان يانا حول هذا بيكون صاحب صنيد تلمان يا عدين با اما السجا اما الصحابة كره نقضانة وحنا والله أركي وحنا إنه كأم مصيبة عند عكرت قاعدنا وحي هاي وحم مصلحية مفسدة يكون حيران تهاي حوق شقي للشيء قف لا إله إلا هو يراد وراء الجدار كأجهر يمدام هو روش نو بشامك نو عمر بسوعلي سواه بشارين بقول فيتكر ويتلاص صارنا يان ولا قام مصي نعمان من بشير حديثك مركو لمن يجيبوا الشاقي صحابي نعمان إنه مالين يعني هو تأثما دمك بق معاذ معاذ بعاذ إنه هبر معاذ
تأثم الدم كعبس وسمي حلقاس علينا وكيلها حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله من سعودنا وحالها هي ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تعرفه وتدرك عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فتنة يبلين كذا عدو كعب سري علمي هذات شكت سحر الله استعماله أما بلك كلا لجري هذا كبغضنا إن كعب مستوى في عنت بالله توفيق وتحي وحن كسي سقينا قنتي قبقودي برامج كينا السلام عليكم شيخ محمود إداديها برامج كا شيخ قبر بايسي سيسي جايد لقوتو كذا وحينا حيستها عرر أغونا ما إيه بنانتها وما كنتو كان كرا الحمد لله ها واتكنتو كان كرتا قبردونا حولها وحبا يكولي هذا المعنى حقوق بيكولي هذا بركا وحي يلي يركا عرفي غان لا يسكو ينكرين نبي حديث كيسينا وحقوق ذا بدن والدك كسينا يلمه هذا حاله هذا إن يكون تصرف كرا أنت ومالك لأبيك هدي أبيه وحقوق ذو كله يلمها بقولك والله بعطنا يشانا هي تسع الله قل هذه هو يده بقولك وتضبطنا يشانا أمك 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 اللي جري باب أولاوي حتى يلمه هذا ضاي لهاي وحيهم باب الإحسان عرف كان الله أساسية وأنا أكسر كنت تصرف تاعي أما مسكين شيرني هل قضايا كسي صاي لبعطم الله بحيك كنت راحتهم بالله بالله توفيق waxaan soo gaarnay su'aashii ugu dambeysay doonayna in barnaamijka ku soo afmeerno assalamu alaykum walaalwaan idin salaamay ilaaha idinka abaal mariyo hawsha aad haysan su'aashaydu waxa ay tahay ma guursan kara gabar uu dhalay wiil aynu ilma adeernahay jazaakum allahu khayr alhamdulillah ha adeerka gabadhu dhalay ee wiilkan la facsiman baad guudaha guursan kartaa gabadha ilma adeerka tihiin iyaga waxay sii dhaleen wiil iyo gabadha ilma adeertihiinna waad guursan kartaa waa eedo waxaan guursan karin iyo habar yar laakiin eediyo habar yar waxay dhaleen ilma abti iyo ilma adeera waad guursan kartaa ama ilma habreeda adeer iyo abti waxay dhaleenna waad guursan kartaa iyo kuwa la siman abtir iyo nasabaan kuwa la siman waa qaraabo laakiin maxaarim ma aha wabillahi tawfiiq gudahan daawadayaal inta waxaynu ku soo afmeereynaa barnaamijkeena kulanka Shibli oo aad inooga baratay inta doonaa dalbahaadaha iyo kale ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa Sheikh Maxmuud Maxamed Shibli oo hadii jeer naga qayb qaatay barnaamijkan su'aalaha aad soo weydiisana si waafi uga jawaaba sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhamaan tiimka Somali Channel ee xafiiska magaalada Nairobi ugu horeeyay engineer Cabdirxiin Darbo oo hadii jeer naga xaqtira dhanka kamerada iyo farsamada wadambeena waxaan u mahadcelinayaa dhamaan daawadayaasha Somali Channel gaar ahaan kuwa sida tooska u xiran barnaamijkan iyo su'aalaha ay naga qayb qaataan tan intaynu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono waxaynu kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo noole kulanti salaam alaykum